السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحبابي وأصدقائي المتابعين تامر التوني، طلاب تانية ثانوي. النهاردة بإذن الله شباب هنراجع مع بعضنا كده مادة علم النفس بالنسبة للصف الثاني الثانوي. بإذن الله الحصة الجاية هراجع فيها علم الاجتماع. بص يا شباب، زي ما اتفقنا كده في مادة الفلسفة والمنطق إن الامتحان بيعتمد على الفهم وليس الحفظ، يعني خلاص زمن التلقين دوت راح عدى ولا ملوش اي لازمة. حضرتك زي ما اتفقنا برضو في مراجعة الفلسفة والمنطق ان حضرتك بتحول السؤال لحكاية وتحكيها مع نفسك بس بصوت عالي عشان تقدر تجاوب على السؤال، يعني انت هتذاكر بنسبة 30% وهتفهم بنسبة 70%، يعني لازم يبقى دماغك شغالة عشان تعرف تحل الأسئلة. عشان ما اطولش عليكم يا شباب نخش على طول على المراجعة. بص يا جماعة، علم النفس بيتكلم عن حاجة اسمها الإحساس، حاجة اسمها الإحساس، وبعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها الانتباه، بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها الإدراك، بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها الذاكرة. يبقى هنا عندي إحساس وانتباه وإدراك وذاكرة، تمام. طب المنهج هيقف لغاية فين؟ المنهج آخره مراحل الذاكرة، مراحل عمل الذاكرة، ده آخر المنهج بالنسبة لتانية ثانوي، تمام يا شباب؟ هنتكلم بقى عن الإحساس. يعني إيه إحساس؟ الإحساس تعريفه هو أبسط العمليات المعرفية. الإحساس هو أبسط العمليات المعرفية التي يتم من خلالها استقبال المثيرات في صورتها الخام. يعني هنا الإحساس هو أول العمليات المعرفية التي يتم من خلاله استقبال جميع المثيرات في صورتها الإيه؟ الخام. كمان يا شباب الإحساس ده بيستقبل المعلومات من العالم الخارجي من خلال حاجة اسمها حواس، يعني حواس الإنسان هي اللي بتستقبل المثير الخارجي، تمام يا شباب؟ يبقى هنا لما يجي في الامتحان يقول لك عرف الاحساس مثلا، والسؤال ده مش هيجي لك، انا بس عايزك تفهم يعني ايه احساس. الاحساس هو ابسط العمليات المعرفيه الذي يتم من خلاله استقبال المثيرات الخارجيه من خلال حاجه اسمها حواس الايه؟ حواس الانسان، تمام. طب يعني ايه كلمه مثير بقى؟ يعني ايه كلمه مثير يا شباب؟ المثير هو كل ما يتطلب مني استجابة بسميه مثير. المثير هو ايه؟ هو كل ما يتطلب مني استجابة بسميه مثير. ايه يعني ايه مثير يا شباب؟ هو كل ما تطلب مني استجابة بسميه مثير. جرس الباب بيخبط او الباب بيخبط بسميه مثير، ماشي في الشارع فلقيت عربية بتزمر بيب 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 فبسميها مثير. فالحاجات دي بتتطلب منك استجابة، يبقى هنا المثير هو كل ما يتطلب مني استجابة بسميه ايه؟ مثير. يبقى هنا الاحساس هو ابسط العمليات المعرفية الذي يتم من خلاله استقبال المثيرات في صورتها الخام من خلال حاجة اسمها حواس، تمام. كم عدد حواس الإنسان؟ كم عدد حواس الإنسان؟ سؤال مهم. 7 حواس، 7 حواس، بس هم كانوا 11، بس هم خلوهم 7: البصر والشم والتذوق واللمس والسمع، بالإضافة لكم حاسة؟ حاستين: الإحساس بالحركة والإحساس بالتوازن. الإحساس بالإيه؟ الإحساس بالحركة والإحساس بالتوازن. الإحساس بالحركة معناه معرفة وضع الجسم أثناء الحركة. الإحساس بالحركة معرفة وضع الجسم أثناء الحركة. طب الإحساس بالتوازن؟ لأ، معرفة وضع الجسم أثناء الميلان والتأرجح. معرفة وضع الجسم أثناء الميلان والتأرجح، تمام كده يا شباب. في حاجة اسمها مكونات عملية الإحساس. هنا الإحساس بيتكون من 4 حاجات. عشان يبدأ الإحساس عندك يشتغل، عشان تبدأ حضرتك تحس بالمثير اللي هو جاي من العالم الخارجي، عشان تبدأ حضرتك تستقبل جميع المعلومات اللي هي جاية لك من بره، لازم الإحساس يمر بـ4 حاجات. لازم الإحساس يمر بكام حاجة؟ بـ4 حاجات. أول حاجة تنبيه واستثارة، أول حاجة تنبيه واستثارة، تاني حاجة استقبال، تاني حاجة تحويل، بعد كده تخزين.
يبقى هنا عندي حاجة اسمها ايه؟ تنبيه واستثارة، وبعد كده استقبال المثيرات، بعد كده تحويل جميع المثيرات، بعد كده تخزين تلك المثيرات. ناخد يا شباب أول نقطة، أول نقطة تنبيه واستثارة. أول نقطة ايه؟ تنبيه واستثارة. امتى بيحصل لك انتباه؟ او امتى بيحصل لك تنبيه؟ او حضرتك امتى بتحس؟ انا بحس لما المثير يصل لدرجة من الشدة تستدعي احساس، زي مثلا صوت الموتوسيكل اللي في الشارع دوت. ها الصوت بتاعه عالي فوصل، زي ما حضراتكم كده سامعين الصوت بتاعه عالي فوصل الى درجة من الشدة استدعت احساس. الصوت بتاعه عالي فوصل لدرجة من الشدة تستدعي ايه؟ احساس. يبقى دي اول حاجة اسمها ايه؟ تنبيه وايه؟ واستثارة. طب هنا يا شباب التنبيه والاستثارة بيمر بثلاث مراحل، او التنبيه والاستثارة بيمر بثلاث عتبات. عندي حاجة اسمها عتبة مطلقة، وعندي حاجة اسمها عتبة قصوى، وعندي حاجة اسمها عتبة فارقة. يبقى هنا يا شباب عندي كم عتبة؟ ثلاثة، عتبة مطلقة وعتبة قصوى وعتبة فارقة. العتبة المطلقة تعرفها ايه؟ يعني ايه عتبة مطلقة؟ هقول لك يا باشا، العتبة المطلقة هي بلوغ المثير درجة من الشدة تستدعي احساس. بلوغ المثير درجة من الشدة تستدعي احساس. صوت الطيارة اللي فوقيه دوت مثير، وصل لدرجة من الشدة فأنا سمعته بمنتهى الأريحية. يبقى هنا يعني عتبة مطلقة لما المثير اللي قدامي يصل لدرجة من الشدة تستدعي إحساس. هديكم مثال فور إكزامبل، طبيب الأذن لما بيجي يعمل اختبار كده الأذن واختبار السمع، فيبدأ يعملك صوت بطيء جدا، او صوت ايه هادي قوي، او صوت واطي قوي، فتقول له مش سامع، فيعلي الصوت شويه، فتقول له مش سامع، فيعلي الصوت شويه، تقول له اه انا بدات اسمع، فيعلي الصوت شويه، تقول له اه تمام كده يا باشا، الصوت كده 100 100 انا سامعه. يبقى هنا اللي بيحصل، هنا المثير يا رجاله، هنا المثير يا حبايبي، وصل لدرجه من الشده استدعت احساس. نقول من تاني يا رجاله، هنا المثير وصل لدرجه من الشده استدعت ايه؟ احساس. فده انا بسميه عتبه ايه؟ عتبه مطلقه. طب ماشي يا شباب، في سؤال كده تحت البطانيه، هل كل المثيرات تستدعي احساس؟ هل كل المثيرات يا شباب تستدعي احساس؟ اقول لك لا يا باشا، الاجابه لا، مش كل المثيرات تستدعي احساس. ليه يا رجاله مش كل المثيرات تستدعي احساس؟ هقول لك يا باشا الاجابه، لأن هناك بعض المثيرات لا تصل إلى درجة من الشدة فلا تستدعي إحساس. يعني هنا عندي مثيرات لا تصل لدرجة من الشدة فمش هقدر أسمعها. طب اديني مثال، زي إيه؟ زي مثلا ذرات التراب، حب التراب جم كده على هدومك يا معفن فانت ما حسيتش بيهم، زي مثلا تكات الساعه، انا بكلمك وانت ايه بتستمع ليا وفي تكات الساعه عندك شغاله تك 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 تك، فانت مش سامعها عشان انت مركز معايا يا بقف، صح ولا مش صح؟ فهناك بعض المثيرات لا تستدعي احساس، فهناك بعض المثيرات لا تستدعي احساس لانها لا تصل الى درجه من الشده تستدعي احساس. ده يا شباب العتبه المطلقه. هنتكلم بقى عن حاجه اسمها العتبه القصوى. العتبه القصوى تعرفها، هو تجاوز المثير العتبه المطلقه. نقول من تاني، هو او هي تجاوز المثير العتبه المطلقه مما يؤدي الى تدمير الاعضاء الحاسه. يعني العتبه القصوى هنا الصوت عالي قوي لدرجة ان هو تجاوز العتبة المطلقة، فالكلام دوت يؤدي الى تدمير الاعضاء الحاسة، زي مثلا ظاهرة كسوف الشمس. ما ينفعش في ظاهرة كسوف الشمس تقف للشمس كده وتبص ايه، مش شايفين كده زي الشمس كده دلوقتي، فما ينفعش تبص للشمس كده ايه
تبص للشمس كده بعينيك مفيش ايه، مش لابس نظاره والكلام ده، فيحصل لك ايه؟ هتتعمي يا بقفه. ليه هتتعمي يا نطعه؟ لان هنا المسير وصل او تجاوز العتبه المطلقه، فيؤدي الى تدمير الاعضاء الحاسه. لما اجي كده اقول لك تعالى اقول لك كلمه في ودانك يا حبيبي، واروح اقول لك توت في ودانك، فانت هتطرش يا نطع، صح ولا مش صح؟ ليه؟ لان هنا المسير وصل لدرجه من الشده، او اسف، هنا المسير تجاوز العتبة المطلقة، فيؤدي إلى تدمير الأعضاء الحاسة. هنتكلم بقى يا شباب عن العتبة الفارقة. بص يا شباب، أنا إيه، هي مراجعة بس أنا بحاول أحكيها لكم، أشرح لكم كل حاجة، عشان أنت تبقى لازم تبقى في الامتحان فاهم المنهج من الألف إلى الياء، عشان المنهج بيعتمد على الفهم، مش زي زمان بتعتمد ان انت بتحفظ حاجات معينه وتخش كده زي النطع تكبهم وتطلع. لا يا برنس، انت بتفهم المنهج من الالف الى الياء. تمام، هنخش بقى على العتبه الفارقه. العتبه الفارقه اللي هي الفرق بين مسيرين. العتبه الفارقه هي فرق بين مسيرين، الفرق بين مسيرين او التمييز بين مسيرين. هديك مثال، هقول لك مثلا انا معايا 100 شمعه، خدت منهم بحضرتك شمعه، حسيت انا بفرق؟ 100 شمعه ولع طبعا، انت خدت منهم شمعه واحده، انا حسيت بفرق يا نطع؟ ما حسيتش باي حاجه. طب انا معايا 100 شمعه، حضرتك اخدت منهم 50 شمعه، طبعا هحس بفرق فين؟ في الاضاءه. يبقى هنا دي اسمها العتبه الايه؟ الفارقه، التي تفرق بين مسيرين. العتبه الفارقه هي التي تفرق بين ايه؟ هي التي تفرق بين مسيرين. هنخش بقى يا شباب على السؤال اللي بعد كده، كأنه كان في سؤال كنت حابب اقوله لكم. فين هو؟ فين السؤال؟ لا مش لاقيه دلوقتي، هو غاب عن ذهني، غاب عن ذهني. تمام، هنتكلم طبعا عن النقطة التانية اللي هي الاستقبال. هنا انت كإنسان بتستقبل المسيرات الخارجية اللي هي جاية لك من بره من خلال حاجة اسمها الحواس. تمام. طب ايه اللي بيخليك تستقبل المسيرات اللي جايه من بره؟ انت قلت لي الحواس، بس احنا بنسميها اسم تاني. ايه هو الاسم التاني؟ بنسميها حاجه اسمها المستقبل الحسي. بنسميها المستقبل ليه؟ الحسي. المستقبل الحسي ده هو عباره عن ايه؟ مجموعه من الخلايا العصبيه تستجيب لنوع معين من انواع الطاقه. المستقبل الحسي هو مجموعة من الخلايا العصبية التي تستقبل نوع معين من أنواع الطاقة. هديك مثال، أنت بتفتح عينيك وفي ضوء، ضوء الشمس اللي احنا شايفينه دوت. فضوء الشمس، أنت أول ما بتفتح عينيك فضوء الشمس بيجي في على شبكة الإيه؟ العين. فهنا عينيك بتستقبل الطاقة اللي جاية من العالم الخارجي. فأنا بسمي عينيك هنا يا شباب حاجة اسمها المستقبل الإيه؟ الحسي. يبقى هنا أول عملية كان اسمها الانتباه أو التنبيه والإثارة، اللي إحنا قسمناها تلات عتبات. تلات إيه يا شباب؟ تلات عتبات، عتبة مطلقة وعتبة قصوى وعتبة فارقة. تاني عملية اسمها عملية الاستقبال، إن حضرتك بتستقبل المسيرات اللي هي جاية من العالم الخارجي من خلال حاجة اسمها المستقبل الحسي. طب يعني إيه مستقبل حسي؟ اللي هو بيستقبل أو هو مجموعة من الخلايا العصبية التي تستقبل نوع معين من أنواع الطاقة. مثال إيه يا شباب؟ مثال شبكة العين، اللي هي شبكة العين تستقبل الضوء في صورة موجات كهرومغناطيسية. شبكة العين بتستقبل الضوء يا شباب في صورة موجات ايه؟ موجات كهرومغناطيسية. خلاص كده يا شباب، هنخش بقى على النقطة الثالثة اللي هي اسمها تحويل الطاقة. تحويل الطاقة نفهمها، احنا أول عملية تنبيه واستثارة قسمناها تلات عتبات. تاني عملية حاجة اسمها استقبال، إن أنت استقبلت المسيرات اللي بره، ماشي، استقبلت المسيرات اللي بره من خلال حاجه اسمها مستقبل حسي. والمستقبل الحسي دوت اللي هو مجموعه من الايه؟ الخلايا العصبيه التي تستقبل نوع معين من انواع الطاقه. مثال شبكه العين التي تستقبل الطاقه الكهرومغناطيسيه. فبيجي هنا دور بقى حاجه اسمها تحويل الطاقه الكهرومغناطيسيه ديت اللي انت استقبلتها.
فبتحولها ازاي؟ انا بحول الطاقة اللي انا بستقبلها من بره، الطاقة اللي جاية لي من بره بقى ممكن تبقى طاقة كهرومغناطيسية، ممكن تبقى طاقة فيزيائية، ممكن تبقى طاقة كيميائية، أي نوع معين من أنواع الطاقة اللي هي هتجيلي من بره أنا بستقبلها من خلال حاجة اسمها برضو المستقبل الحسي، ووديها إلى المخ. وبوديها فين؟ للمخ. يبدأ المخ يتعامل معاها الطاقة اللي هي جاية إيه من بره. نقول من تاني، نقول من تاني أهو. بص يا شباب، هنا بيقول لك تحويل الطاقه يقوم الاعضاء، يقوم عضو الاستقبال الحسي بتحويل طاقه المثير سواء طاقه فيزيائيه وميكانيكيه الى نوع اخر من الطاقه، هي الطاقه العصبيه اللي هي الاشارات الكهربائيه الكيميائيه، حتى يتمكن الجهاز العصبي وخاصه المخ من التعامل معه. يعني انت حضرتك بتستقبل الطاقه اللي هي جايه من بره، الطاقه اللي جايه من بره ديت ممكن تبقى طاقه فيزيائيه او طاقه كيميائيه، وتبدا تحولها لطاقه كهربائيه، تبدا تحول طاقه ايه كهربائيه، تبدا تدي الطاقه ديت لمين؟ للمخ. يبدا المخ يتعامل معاها، يبدا المخ ايه يتعامل معاها. النقطه الرابعه بقى يا شباب اسمها تخزين الطاقه. تخزين الايه؟ الطاقه. احنا خدنا كام نقطه كده؟ اربعه، قصدي ثلاثه، اللي هي اول حاجه تنبيه واستثاره، بعد كده استقبال، بعد كده حولنا الطاقه ديت اللي احنا استقبلناها، بعد كده نبدا نخزنها. هنخزنها فين؟ هنخزنها في المخ عشان المخ وقت ما يحتاجها يطلبها. هنخزنها في المخ عشان المخ وقت ما يحتاجها يطلبها. يبقى هنا المخ بياخد الطاقة اللي جاية من بره، الطاقة الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية والكهرومغناطيسية، وياخدها المخ، يبدأ المخ يحول الطاقة ديت إلى إشارات كهربائية. يبدأ المخ ده يحول الطاقة ديت الى اشارات كهربائيه. طب ازاي المخ بيحولها اشارات كهربائيه؟ هديك مثال. انا مثلا وليكن عاوز احرك الصباع ده، عايز احرك الصباع ده، الصباع ده يا شباب عايز احركه. احركه ازاي؟ هل انا كده عايز احركه يتحرك؟ لا، مش كده. ده هنا المخ بيدي اشاره كهربائيه في اقل من جزء من الثانيه الى ايه؟ الى الكتف. الكتف يدي اشاره كهربائيه للايه؟ للكوع. الكوع يدي اشاره كهربائيه للايه؟ للمعصم. المعصم يدي اشاره كهربائيه لان صباع يتحرك. العمليه ديت بتتم في اقل من جزء من الثانيه، عشان كده نقول يا جماعه فتبارك الله احسن الخالقين. ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق حاجه بيخلقها في كمال، لا يخلقها في نقص. يعني ربنا خلق ذكر وانثى يتجوزوا ويخلفوا، انت كانسان صنعت كوبايه وكوبايه، حطيت الاثنين مع بعض، تصحى تاني يوم تلاقي مثلا فنجان، استحاله، نيفر. ليه؟ لان انت كانسان لما بتيجي تصنع بتصنع الحاجه في نقص، اما ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يخلق بيجي يخلق في كمال. بيجي يخلق فين؟ في كمال. خلاص كده يا شباب، يبقى احنا النهارده خدنا الاحساس، وقلنا الاحساس هو ابسط العمليات المعرفيه التي يتم من خلاله استقبال المثيرات الخارجيه. استقبال المثيرات الايه؟ الخارجيه، من خلال حاجه اسمها حواس. كم عدد حواس الانسان؟ سمع، سبعة، بصر وشم وتذوق وسمع ولمس، بالإضافة لإحساس بالحركة والإحساس بالإيه؟ بالتوازن. ما هي مكونات عملية الإحساس؟ تنبيه واستثار بقسم عتبات، تلات عتبات، عتبة مطلقة، عتبة قصوى، عتبة فارقة. بعد كده بتتم عملية اسمها عملية الإيه؟ الاستقبال، اللي أنا باخد الإيه؟ الطاقة اللي جاية من بره ديت من خلال حاجة اسمها المستقبل الحسي، اللي هو بيستقبل إيه؟ أو اللي هو مجموعة من الخلايا العصبية، يستقبل نوع معين من أنواع الإيه؟ الطاقة، مثل شبكة العين التي تستقبل الضوء في صورة ايه؟ موجات كهرومغناطيسية. بعد عملية الاستقبال بنروح لعملية عملية اسمها عملية تحويل الايه؟ الطاقة، اللي هو بيحول الطاقة اللي جاية من بره سواء طاقة كيميائية أو فيزيائية من خلال برضو المستقبل الحسي، بوديها للايه؟ للمخ. يبدأ المخ يخزن الطاقة، يبدأ المخ يخزن الطاقة ويصدر المخ إشارات ايه؟ كهربائية. خلاص كده يا شباب، بإذن الله النهارده او بكره بالكتير هنزل باقي علم النفس كله، بس انا فضلت النهارده ان اشرح الاحساس بالتفصيل عشان الاحساس اهم حاجه. ما تنسوش يا شباب تنزلوا تشتركوا، هتلاقوا قصدي في اول تعليق انا مثبته قناه اسمها كراكيب فاطمه، هتنزل عليها المراجعه الجايه، هتنزل عليها المراجعه الجايه، فحضراتكم تنزلوا تشتركوا، تروحوا على قناه كراكيب فاطمه ديت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتستنوا المراجعه الجايه. المراجعات ديت من النهارده مش عارف 14 4 و5 4 تقريبا لغايه يوم 10 هتبقى مراجعات شرح.
ان شاء الله من بعد يوم 10 باذن الله هتبقى مراجعاته عباره عن سين وجيم، نفس الاسئله اللي بتجيلك فين في الامتحان، بس بطلب من الكل ان انت تخليك معايا في المراجعه دي عشان لما نيجي نعمل سين وجيم حضرتك تفهم وتقدر تحل الاسئله بمنتهى البساطه والايه والليونه. كان معكم تامر التوني، ما تنساش تشترك عندي في القناه وتفعل زر الجرس وتستنى المراجعه اللي جايه. السلام عليكم.